الراجل بيخون لانه زي الشجره ما ينفعش يشيل عصفوره واحده. لا 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 خالص والله الراجل مش بيخون عموما يعني. لا مفيش حاجه هنظلم الراجل. الراجل بيخون عشان يتاكد انه بيحب مراته؟ لا هو ممكن يكون بيخون مراته عشان يحب مراته اكتر. يعني ضميره يأنبه بقى ومروح البيت كده ويقول يا ام العيال. الراجل بيخون عشان كده كان بيخون قبل الجواز؟ لا مش شرط. في ناس بتبقى كانت مؤدبه جدا وتتجوز بتبوظ. مصيبه الراجل المتجوز انه بيحب يرضي كل الستات ما عدا مراته؟ لا بالعكس ده هو بيرضي مراته قبل اي حد. يعني اللي بيتجوز ده الله يكون في عونه فبيبقى هم مراته. لو هو يعرف واحده تانية الله يكون في عونه. لو يعرف واحده تانية عشان بيبقى هم مراته مش عايزها تكتشف. عندما تبكي المراه تتحطم مقاومه الراجل؟ اه لو بيحبها طبعا. يعني في ستات برضه يعني ممثلين جدا بس لو في حد بيحب حد اكيد مش هيخليه يبكي يعني او يعيط قدامه. في حياه كل راجل ثلاث نساء، امراه يحبها، امراه تحبه، امراه يتجوزها. اه ولا لا؟ يعني بتختلف بس لا يعني متهيألي هم اتنين امه ومراته اللي بيحبها بس. شفت ايه رايك؟ مثالي برنس مثالي. لا لا برنس ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ لا 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 تخيل ده الدمعه هتفرق من عينيا. انا فرت والله فرت. اضعف لحظه في حياه الراجل لما المراه تؤكد له انه قوي. دي اسعد لحظه. اه طبعا الحب موهبه لكن الجواز خبره. لا الجواز مسؤوليه مثلا. ممكن الحب اه موهبه احساس انما الجواز مسؤوليه مش خبره. اصل انا ما اتجوزتش قبل كده مش هتجوز تاني يعني ولا ايه؟ مش عارف خالص. ما اتجوزتش خالص خالص خالص. ها لا ما اتجوزتش عمري خالص. خطبت مره يعني. ماشي. اكمل العبارات التاليه. اكتر ست خلتني ابكي هي امي. اكتر حاجه فاهمها عن الستات انهم احسن حاجه في الدنيا. اكبر غلطه بيعملها الراجل مع الست هي لو ساب لها البيت. يعني ساب لها المفتاح هي تدير كل حاجه. هو دي هتبقى اكبر غلطه في حياته. يعني ايه سيب؟ يعني لو بقى بتاع الست قوي. يعني في ناس كده رجاله كده تبقى الست هي اللي ماشيه كل حاجه في الدنيا. اه فدي هتبقى اكبر غلطه في حياته. احلى كلمه ممكن الراجل يسمعها من الست هي انت سندي. اه بحبها انت سندي. يا حنين انت قوي. اه الله يا اخي حنين يا اخي برضه. ابو حاجه مقصر فيك برضه. لا 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 ابو حاجه كان بيقول لي منى انت السند. انت سندي برضه. يا دي لا. كل حاجه ممكن الست تنساها من الراجل ما عدا خيانه. تفتكر مصطفى درويش لو اتجوز هيكون زوج مخلص؟ اصل انا اهدى بقى كده وركز في السؤال ده عشان هتحط على اليوتيوب. لا لا تيجي تتجوز هجيبه لك. ايوه. لا بص انا ما اتجوزتش. تفتكر مصطفى درويش لو اتجوز هيكون زوج مخلص؟ ما هو يعني انا ما اتجوزتش لحد دلوقتي عشان لما اتجوز ابقى زوج مخلص اكيد. يعني انا لما اتجوز ابقى زوج مخلص ده لازم. اه والله بقى هتجوز ليه؟ ما انا ما اتجوزتش وبقيت يعني ما خلصتلهاش يبقى بلاش نتجوز اصلا. ما انا عايش بقى خلاص حياتي. انما لما هختار واحده هي دي مراتي فلازم هبقى مخلص يعني.